بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 18 بعد 100، الدرس 13 في الاقتصاد الجزئي تحت عنوان عبء الضريبة وخسارة الوزن الميت، Tax Burden and Dead Weight Loss. عندما نتحدث الآن عن عبء الضريبة في إطار الاقتصاد الجزئي، نتحدث عن الضريبة على سلعة ما، بضاعة ملموسة أو غير ملموسة. أما عبء الضريبة الكلي فهو تحت إطار ضريبة الدخل أو ضرائب أخرى، فهي في مجال الاقتصاد الكلي. أرجو أن يتنبه أحبتي الطلبة والمتابعين إلى هذا الفرق الآن بين عبء الضريبة على سلعة ما. أرجو أن يكون في هذا المقطع الفائدة المرجوة للطلبة جميعا والمتابعين بإذن الله. عبء الضريبة وخسارة الوزن الميت، Tax Burden and Dead Weight Loss. عادة ما تفرض الحكومة المركزية أو المحلية، طبعا مركزية كأن نقول الحكومة المصرية مقابل، يعني كحكومة مركزية مقابل بلدية القاهرة، أو حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في الأردن مقابل بلدية عمان أو بلدية إربد، أو الحكومة الجزائرية على سبيل المثال وبلدية الجزائر. فهنا الحكومة المركزية الحكومة التي تحكم البلاد كلها، لكن المحلية هي التي تتمتع ببعض السلطات في إطار مدينة أو بلدة ما. فعادة ما تفرض هذه الحكومة إما مركزية أو محلية ضريبة، تكون في العادة ضريبة مبيعات على السلع التي تباع وتشترى داخل حدود معينة، إما الحدود الوطنية بالنسبة للدولة المركزية أو داخل حدود مدينة أو بلدة ما بالنسبة للحكومة المحلية. والسؤال الهام في هذا المجال، من يتحمل الضريبة على السلعة؟ نتعرض في هذا للعلاقة التي تربط عبء الضريبة على السلعة طبعا بمرونة الطلب السعرية، Price Elastic Demand، كما تذكرون في مقاطع سابقة ذكرتها وشرحت عنها يعني بشكل مستفيض. وسنربطها بمفهوم جديد اليوم، وهو مفهوم خسارة الوزن الميت اللي هو Dead Weight Loss. Dead Weight Loss. الضريبة كما يقول بعض الفلاسفة هامة جدا للمجتمعات البشرية، وكما قيل على لسان أوليفر هولمز وهو فيلسوف أمريكي، الضريبة هي ما يدفعه الفرد للمجتمع المتحضر، يعني معنى آخر بأنها ضروري جدا حتى يبقى المجتمع. ورغم ذلك تضع الضريبة حاجزا بين السعر الذي يدفعه المشتري والسعر الذي يقبضه البائع، وقد سمي هذا الحاجز من بعض الاقتصاديين اسفينا، وج. الوج طبعا باللغة العربية هو ما يوضع بين شيئين، مثلا بين حجرين حتى يعني يستقر الحجرين فوق بعضهم بعض، أو يستخدمه النجارون في تثبيت الخشب بعضه ببعض أو تثبيت شيء بشيء آخر. الآن لنفترض بأن الحكومة فرض ضريبة على كل وحدة من السلع المشار إليها في الشكل الآتي. هذا الآن عندي الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور الأفقي، على المحور العمودي سعر الكميات المطلوبة والمعروضة، هذا منحنى الطلب ومنحنى العرض. إذا التقى المنحنيان عند هذه النقطة، فهذه النقطة صنعت زوجا مرتبا يتكون من الكمية التوازنية والسعر التوازني. الآن لم أشأ أن أضع كميات وأسعار بالنسبة للنقطة التوازنية، بس وضعت الرمز E للدلالة على التوازن هنا في هذه عند هذه النقطة. لكن الحكومة رفعت السعر من السعر التوازني، هذا الخط المتقطع اللي جاي بين الأسفل والأعلى، هذا الخط المتقطع هو السعر التوازني مقابل كمية توازنية، رفعت السعر إلى P1. عند P1 انخفضت الكميات المطلوبة، لكن عند هذه الكمية المطلوبة الآن كان البائع أو العارض بمثل السبلاي كيرف أو منحنى العرض مستعدا لأن يقبل P2 مقابلها، والمشتري الآن ارتفع عليه إلى السعر P1، وبالتالي الفرق بين P1 وP2 وP2 أقل من السعر التوازني طبعا وP1 أعلى منه، هذا هو ما يسمى بإسفين الضريبة. إسفين الضريبة. يجبر في هذه الحالة يجبر المشترون على دفع P1. هنا ما يجبر عليه المشترون أن يدفعوه مقابل الكمية هذه.
مقابل كل وحدة يرغب بالحصول عليها من السلعة. لكن البائعين يعني نمثلهم الآن على شكل سبلايكر لا يقبضوا أكثر من السعر P2، هذا هو P2، مقابل كل وحدة يضحوا بها من السلعة. أما السعر التوازني هذا هنا الآن هو السعر التوازني، وهي الكمية التوازنية هنا في السوق، هو ما حدد أو ما حدده تفاعل قوى الطلب والعرض عند النقطة E كما ذكرت. وبالتالي فإن الفرق بين P1 و P2، P1 P2 هو مقدار الضريبة الذي يذهب إلى الحكومة، وهو الإسفين الذي أشرنا إليه قبل قليل. هنا هذا هو الإسفين عفوا. نكمل على بركة الله. في الشكل السابق أرجع إليه، هذا الشكل السابق تمعنوا فيه لطفا حتى نستوعب الفكرة، طبعا سأعيد رسمه أكثر من مرة حتى ترسخ الفكرة بأذهاننا جميعا. في الشكل السابق لابد من ملاحظة البعد بين السعر الذي يقبضه البائع والسعر التوازني من جهة، والسعر الذي يدفعه المشتري والسعر التوازني من جهة أخرى. لنأخذ حالة أخرى ثم نقوم بتحليل بعض الأمثلة بالأرقام كي نستوعب المفاهيم الأساسية المطلوبة. دعنا نكرر الحالة السابقة مع بعض التعديل كما يأتي، حيث قامت حكومة بفرض ضريبة على كل وحدة من السلع المشار إليها في الشكل الأدنى. الآن هذا الشكل الثاني تعمدت أن أغير وأعدل بميل منحنى العرض وميل منحنى الطلب. سأبين الآن بالمقارنة مع الصورة السابقة. هذه هي الصورة السابقة، هو الشكل الأول اللي استخدمته. رفعت الحكومة السعر من السعر التوازني هذا إلى السعر P1. البائعون استعدوا أو كانوا مستعدين حسب منحنى العرض أن يقبلوا بـ P2 عفوا. وبالتالي الآن الفرق بين P1 و P2 هو سفين الضريبة. لكن لاحظوا كيف هو شكل منحنى الطلب وكيف هو شكل منحنى العرض، بمعنى آخر انظروا إلى ميل هذا المنحنى، قليل جدا لكن هذا الميل عالي جدا. هنا الآن عدلت من ميل منحنى العرض ليصبح قليل جدا، وأصبح الآن ميل منحنى الطلب عالي جدا، عكست الصورة. فالآن الحكومة فرضت P1 على سبيل المثال في الحالة الثانية، لكن نتيجة لانخفاض الكمية المطلوبة، وطبعا تأثر العرض هنا، تأثرت الكمية المطلوبة وتأثر الكمية المعروضة، فالبائعون مستعدون أن يقبلوا P2 والمشترون مستعدون لأن يقبلوا P1 مقابل هذه الكمية. وبالتالي لابد من المقارنة بين الشكلين. هنا تحقق التوازن طبعا في الحالة الثانية، المكون من زوج مرتب كمية توازنية هنا وهذا سعر توازني، لكن المشترين مجبورون على دفع P1 ويقبض البائعون السعر P2، والفرق بينهما يذهب إلى الحكومة على شكل ضرائب. ولابد في جميع الأحوال من ملاحظة البعد بين السعر الذي يدفعه المشترون والسعر التوازن من جهة، والسعر الذي يقبضه البائعون والسعر التوازن من جهة أخرى. أرجو الانتباه إلى ذلك. نكمل بإذن الله. تعمدت طبعا وضع الشكلين بالحالتين مبينتين، أضع الشكل الأول هنا، عفوا الشكل الثاني طبعا، من أجل توضيح أمر هام، وهو أن ميل منحنى الطلب، هذا ميل منحنى الطلب وميل منحنى العرض، محددان أساسيان في الإجابة على السؤال البسيط: من يتحمل أكثر من عبء الضريبة المفروضة على السلعة، المشتري أم البائع؟ لاحظوا الآن ميل منخفض ميل مرتفع. لاحظ مقابل ذلك بالشكل الأول الذي وضعته، الميل لمنحنى الطلب منخفض لكنه مرتفع بالنسبة لمنحنى العرض. وبالتالي هنا السعر ارتفع كثير على المشترين وكان انخفاضه بسيط جدا بالنسبة، أنا أتحدث الآن عندما ارتفع السعر نسبة إلى السعر التوازني، يعني المقارنة بالنسبة إلي أقارن بالسعر التوازني، هذا هو السعر التوازني. فعندما ارتفع السعر من السعر التوازن هنا إلى P1 كان ارتفاع كبير، لكن انخفاض السعر بالنسبة للبائعين كان قليل من هذه النقطة الحمراء اللي بدون مسمى إلى P2. أما هنا لاحظوا لي من هذه النقطة الحمراء هذه
إلى P1 قليلة جدا، لكنها كانت مرتفعة جدا من هنا إلى هنا بالنسبة للبائعين. وبالتالي لاحظوا لي في هذه الحالة من يتحمل عبء الضريبة، وفي هذه الحالة من يتحمل عبء الضريبة. رجاء الانتباه إلى ميل منحنى العرض، ميل منحنى الطلب، وهنا ميل منحنى الطلب، ميل منحنى العرض. نكمل. تستجيب الكمية المعروضة في الحالة الأولى بشكل كبير للتغير في السعر، ولذلك يضطر المشترون، لاحظوا الكمية المعروضة في الحالة الأولى تغيرت بشكل كبير نسبيا طبعا، لذلك من يتحمل، يضطر المشترون لتحمل القسط الأكبر من الضريبة مثل ما هو موضح في الشكل الأول. هنا لاحظوا لي هذا الشكل الأول كان الميل هكذا بالنسبة للطلب، بالنسبة للعرض هكذا، وبالتالي عندما ارتفعت الأسعار لاحظوا أنه فوق السعر التوازني كان السعر عالي، تحت السعر التوازني بالنسبة للبائعين كان منخفض، وبالتالي لاحظوا لي هذا ما يتحمل الآن العبء الذي يتحمله المستهلك، وهذا فقط هو العبء الذي يتحمله المنتج في الحالة الأولى. فلأن الآن البائع استطاع أن يزيح أو أن ينقل عبء الضريبة إلى المشتري، فانتقل منحنى العرض من هذا الموقع إلى الموقع هذا اللي هو الأزرق المتقطع، أوكي؟ وبالتالي تحمل معظم الضريبة المشتري، وأقل بكثير منه تحمل جزء منها بسيط جدا طبعا المنتج البائع. أما الحالة الثانية فإن الكمية المطلوبة تستجيب بشكل كبير للتغير في السعر، ولذلك يضطر البائعون لتحمل القسط الأكبر من الضريبة مثل ما هو موضح في الشكل الثاني. هذا هو الشكل الثاني، لاحظوا لي اختلف الآن الميل، أصبح ميل منحنى الطلب عالي، ميل منحنى العرض منخفض، وبالتالي الآن لأن الكميات المطلوبة استجابت بشكل أكبر، هون الكميات المعروضة استجابت بشكل أكبر، وبالتالي الآن إزاحة في منحنى العرض استطاع أن ينقل العارض أو المنتج جزء بسيط جدا من عبء الضريبة على المستهلك، وبالتالي هذا الخط الأزرق المتقطع هو المنحنى الجديد، ما يعني بأن الآن فوق السعر التوازن الأول كان العبء على المستهلك قليل جدا مقارنة بالعبء الكبير الذي يتحمله المنتج، الفرق بين P1 وP2. نكمل إن شاء الله. لنقوم بتحليل نموذجين توازنيين ونستخلص النتيجة على شكل أرقام إن شاء الله. النموذج الأول نفترض أنه من الشكل التالي، لاحظوا للشكل الأول أنه عندي الآن منحنى عرض هكذا ميله، ومنحنى طلب هكذا ميله، تقاطع المنحنيان في الحالة الأولى قبل أي ضريبة عند E1، هذا التوازن الأولاني، نتج عنه زوج مرتب، هذا الكمية 6 والسعر 10. نرجو الملاحظة هنا، الآن الكمية التوازنية كانت 6 والسعر التوازني كان 10 قبل فرض أي ضريبة. النموذج عبارة عن حالة توازنية تحققت من تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض اللي هو S مع منحنى الطلب هنا، ونتيجة لقيام السلطة المختصة بفرض ضريبة على السلعة انتقل منحنى العرض إلى الموقع الجيد S plus T، هنا السبلاي الأولاني أو العرض الأولاني مضافا إليه الضريبة انتقل إلى الأعلى، وبالتالي هذا منحنى العرض الجديد، التقاطع الجديد كان هنا، الآن انتقل منحنى العرض إلى الموقع الجديد S plus T إلى اليسار، إلى يسار منحنى العرض الأول S إلى اليسار، لاحظوا لي إلى اليسار، إلى الأعلى إلى اليسار بمعنى آخر، ما يعني أن الآن نقطة التقاطع ترتب عليها شيء جديد. نكمل. يشير النموذج إلى أن نقطة التوازن الأولى تحققت عند الكمية 6، وأرجع له رجاء أنها 6 والسعر 10. إذن هنا تحققت عند القيمتين 6 و10 الكمية والسعر على التوالي، ونتيجة للضريبة الجديدة وتحرك المنحنى إلى الخلف backward shift في منحنى السبلاي طبعا، تحركت نقطة التوازن الموقع الجديد مقابل كميتين القيمتين طبعا، سأذكر هنا القيمتين الجديدتين الآن 5 على الكمية التوازنية و30 بالنسبة للتوازن الجديد، 30 السعر والكمية التوازنية 5.
فخمسة وثلاثة، خمسة أفقي كمية وثلاثين عمودي للسعر الكمية والسعر على التوالي. يمكننا حساب مقدار الضريبة التي يتحملها البائع ومقدار الضريبة التي يتحملها المشتري. كيف؟ بالنسبة للبائع، لاحظوا لي لطفا هنا الدقيق بهذه الأرقام، كان السعر الذي يبيع السلعة به 10 دنانير، هنا 10 السعر التوازني، فباع 6 وحدات. لاحظوا لي السعر التوازني 10، باع 6 وحدات، وبذلك فإن مجموع إيراداته 10 ضرب 6 يساوي 60 بعد فرض الضريبة وانخفاض الطلب إلى 5، ارتفع السعر إلى 30، تصبح إيراداته الجديدة 150، اللي هي 30 ضرب 5 يساوي 150، لكنه كان على استعداد لبيع الوحدات الخمس بثمانية. هاي الخمسة حسب منحنى العرض القديم كان مستعد أن يقبل السعر 8 فيها، وعليه أن يدفع الضريبة المستحقة، وبالتالي فإن إيرادته الطوعية هي 40، ما يعني الآن بأنه يتحمل 20 دينارا من مجموع الضريبة. دققوا بالأرقام رجاء قبل أن أسترسل بالمثال. هنا كان السعر الذي يبيع عنده 10، فكانت إيراداته 60. الآن عندما انخفض الطلب نتيجة الانتقال منحنى العرض من S إلى S بلس T، هنا التوازن الجديد، أصبح السعر 30 والكمية التوازنية 5، ف5 ضرب 30 يساوي 150. الآن هذا السعر هذا كان مستعد أنه الآن الخمسة الكمية التوازنية الجديدة بالنسبة له كان مستعد أنه يبيعها ب8، وبالتالي هو المستهلك يدفع هذا العبء والمنتج يدفع هذا العبء، وبالتالي هذا العبء على المنتج أقل بكثير من العبء على المستهلك. دققوا في الأرقام نكمل. بالنسبة للمستهلك، كان السعر الذي يقبل به للحصول على 6 وحدات من السلع 10، لاحظوا 6 مستعد يدفع 10، ما يعني بأن مجموع إنفاقه هو 60، 10 في 60. بعد فرض الضريبة وارتفاع السعر إلى 30، انخفضت الكمية المطلوبة إلى 5، الآن الكمية التوازنية فأصبحت 5، ما يعني بأن مجموع إنفاق المستهلك أصبح 150، وبالتالي فإن مجموع ما يرد من الضريبة إلى السلطة المعنية هو 110 دينار، 20 دينار من المنشأة البائع و90 من المشتري. اوكي نكمل. يمكن حساب مرونة الطلب السعري من بيانات النموذج كما يلي. بيانات النموذج السابق، ها أرد أكرر، الآن عندي الكمية التوازنية الآن 6 والسعر التوازني 10، أصبحت الكمية التوازنية الآن 5 مقابل السعر 30. الآن إذا استخدمت صيغة مرونة الطلب السعرية اللي هي percentage change في دلتا كيو، اللي هو تغير المئوي في الكمية المطلوبة على التغير المئوي في السعر، يساوي هذه الكمية، وبالتالي لاحظوا انه اقل من 1، صحيح طبعا اشارة سالبة دائما وابدا مرونة الطلب السعرية، فاقل من 1 يعني صحيح، اللي هي تقريبا 2 بالعشرة بالمية. 2 بالعشرة بالمية تخبرنا هذه النتيجة بان الطلب غير مرن نسبيا، ما يعني ان ارتفاع السعر بنسبة مئوية معينة يؤدي الى انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة اقل من نسبة ارتفاع السعر. ارجعوا إلى مقطع مرونة الطلب السعري والمرونات بشكل عام، وفي هذه الحالة لو ارتفع السعر بنسبة 10% مثلا لانخفضت الكمية المطلوبة بنسبة الـ طبعا هنا نضرب هذه في 10% بطلع عندي 1، هذه 10 ضرب قيمة المرونة بطلع تقريبا أقل من 2%، يعني إذا ارتفع السعر بمقدار 10% فإن الكمية المطلوبة تنخفض بأقل من 2%، 1.82%. نكمل. النموذج الثاني، لنفترض بأن النموذج الثاني يأخذ الشكل التالي. الآن عندي العرض في هذه الحالة الأولى قبل أي ضريبة، وهذا الطلب، فكان السعر 100، عفوا كمية التوازن 100 مقابل السعر 6. نتيجة لفرض ضريبة من قبل الحكومة انتقل منحنى العرض من هذا الوضع إلى الوضع الثاني الأخضر تسميه S plus T، فأصبح التوازن الجديد عند الكمية التوازنية 65 وعند الكمية عفوا السعر التوازني 7. هنا كمية توازنية جديدة وسعر توازني جديد،
الأول كانت كمية توازنية 100 مقابل 6، الآن أصبحت كمية توازنية 65 مقابل سعر 7. ماذا حصل هنا؟ يفسر الشكل أعلى نفسه، وفيه يقع عبء الضريبة الأكبر على كاهل المنتجين. لماذا؟ لأنه ميل منحنى الطلب عالي، بمعنى آخر الكميات المطلوبة تأثرت بشكل كبير. لاحظوا لي عن لو حسبنا احنا مرونة الطلب السعرية نجد بأن قيمتها أعلى من واحد صحيح، بمعنى آخر بأن الكميات المطلوبة تتأثر بشكل كبير إذا ارتفع السعر. هنا بتقول لي 2 فاصلة تقريبا 67%، عفوا 76%، تقريبا 2 فاصلة أكثر بشوية من 5 يعني 2 3 أرباع 2.76% تقريبا. لو ارتفع السعر بمقدار 10% فإن الكمية المطلوبة ستنخفض بمقدار 27% ونصف أو 6/10. معنى أنه الآن هذا الطلب مرن نسبيا، مرن نسبيا. أكمل ما نستنتجه من النموذجين أنه كلما انخفضت قيمة مرونة الطلب السعرية، كلما انخفضت مرونة الطلب السعرية يتجه عبء الضريبة نحو المستهلك، والعكس صحيح، أي كلما زادت مرونة الطلب السعرية يتجه عبء الضريبة نحو البائع. ويمكن قول ذلك بطريقة عكسية، كلما زادت قيمة مرونة العرض السعرية يتجه عبء الضريبة نحو المستهلك، والعكس صحيح، أي كلما انخفضت قيمة مرونة الطلب السعرية يتجه عبء الضريبة نحو البائع. من أجل تسهيل التعامل مع أي حالة ممكنة لابد من أن نتذكر أن الضريبة المفروضة على البائعين تؤدي إلى إزاحة تامة في منحنى العرض إلى اليسار، في حين تؤدي الضريبة على المشترين إلى إزاحة تامة في منحنى الطلب إلى اليسار. تبقى طبعا محصلة الضريبة كما هي سواء فرضت على البائعين أو المشترين، ومن يتحمل قسطها الأكبر يعود إلى مرونات الطلب أو العرض السعرية، أو بكلمة أخرى يعتمد على ميل منحنى الطلب أو منحنى العرض. الآن آخر فكرة تحدث عنها، خسارة الوزن الميت. تسبب الضريبة المفروضة على سلعة ما تقلصا في حجم سوق تلك السلعة، وذلك بسبب الإسفين الذي تضعه بين السعر الذي يدفعه المشتري والسعر الذي يقبضه البائع. لاحظوا لي فكرة فائض المستهلك وفائض المنتج، يعني هذه حالة مثالية. هنا منحنى الطلب أخذ هذا الشكل وهذا الميل، ومنحنى العرض أخذ هذا الشكل وهذا الميل، وبالتالي الآن إذا في عندي تفاعلات حرة بين قوة الطلب والعرض، هنا نقطة التوازن T، فائض المستهلك هو فوق السعر التوازني إلى الأعلى في هذا المثلث الأزرق، وفائض المنتج هو أقل من السعر التوازني تحت A، لكن في إطار هذا المثلث اللي هو ألف تا فا، في حين أن فائض المستهلك هو ألف تا با. لنعود قليلا إلى الوراء كي نتذكر فائض المستهلك وفائض المنتج. فالرفاء الولفر الذي يحصل عليه المستهلك إذا اشترى السلعة بالسعر التوازني A هو الفائض، فائض المستهلك الممثل بالمنطقة المظللة ألف تا با. أما رفاء المنتج إذا باع السلعة بالسعر التوازني فهو فائض المنتج الممثل بالمنطقة المظللة ألف تا فا أو ألف تا تا. الآن عندما تفرض الحكومة ضريبة على السلعة فإن المشترين والبائعين يخسرون شيئا ما، والسؤال ما هو الشيء الذي يخسره كل جانب؟ دعنا نفكر بالإجابة دون أن نعيد رسم المنحنى الذي ينتقل إلى الأسفل، لأننا أكدنا أن المحصلة النهائية بالنسبة للضريبة تبقى نفسها بصرف النظر عن من يتحملها، المشتري أو البائع. يعني الحكومة بتكسب من الجهتين، لكن من يتحمل أكثر هو الآن مدار بحثنا. نرى في الشكل الآتي بأن الحكومة قد دخلت كطرف ثالث وفرضت ضريبة حجمها T. أوكي؟ يعني الآن السعر المفروض هنا هذا السعر التوازن الأولاني أهملناه والكمية التوازنية. الآن عندما فرضت هذا السعر B فالآن المستهلكون يدفعون هذا السعر والبائعون يقبضون هذا السعر PS، هذا بالنسبة للبرتشيزر للباير، وهاي للسيلر اللي هو هذا السعر الذي يدفعه المشتري وهذا السعر الذي يدفعه البائع.
أو يقبله هذا السعر الذي عفوا يقبضه البائع. والفرق بينهم بي بي وبي اس يذهب إلى الحكومة على شكل ضريبة. طبعا سأوضح ذلك الآن بعد قليل. لو افترضنا أن المشترين والبائعين لم يستفيدوا، هون فرضية بسيطة جدا، لم يستفيدوا من السلع والخدمات التي يتم تمويلها من الضريبة، عفوا الضريبة أو الضرائب التي يدفعوها للحكومة، فإن حجم فائض المستهلك وحجم فائض المنتج يتقلص على النحو المبين في الشكل التالي. لاحظوا الآن ما الذي حدث، أنه الآن هذا السعر الذي يدفعه، طبعا كان الآن فائض المستهلك هنا السعر التوازني والكمية التوازنية، ففائض المستهلك هنا ما فوق السعر التوازني إلى الأعلى، يعني بيشمل جزء من هذا المستطيل والمثلث الأزرق، وبالنسبة لفائض المنتج هو تحت سعر التوازن، فبيشمل جزء من حصيلة الضريبة مع هذا اللي هو هذا البرتقالي، البوتل البرتقالي. لكن نتيجة للفرق اللي هو اسفين الضريبة، تقلص الآن فائض المستهلك على النحو هذا وفائض المنتج على النحو هذا. طب أين ذهبت هذه الكمية الآن في فائض المستهلك وهذا المنتج؟ لم يستفد منها المستهلكون، ولم يستفد منها المنتجون، ولم تستفد منها الحكومة، ولذلك سميت خسارة الوزن الميت اللي هي dead weight loss. dead weight loss. نكمل لنقوم بجردة حساب بسيطة ونعرف مفهوم خسارة الوزن الميت. هذا طبعا الشكل الأولاني الايديا اللي هو المثالي. هنا ليست يعني الحكومة لم تفرض ضرائب، ففائض المستهلك عبارة عن مثلث هذا، وفائض المنتج عبارة عن هذا المثلث. الآن عندما فرضت الحكومة الضريبة، الآن أصبح هذا السعر الذي يدفعه المشترون وهذا السعر الذي يقبضه المنتجون. ما يعني الآن؟ لاحظوا لي، حصلت الحكومة على ضريبة مقدارها الكمية التوازنية في مقدار الضريبة Q2 مضروبة في T اللي هي الضريبة. تقلص حجم فائض المستهلك من ألف، تذكروا هنا ألف باتا من الشكل الأول هنا، إلى بي 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 سي، بي صب بي، بي صب بي، بي سي، أي المثلث الأزرق الواقع فوق بي بي. وتقلص حجم فائض المنتج من ألف ثا تا، هذا المثلث، أي المثلث البرتقالي طبعا، إلى طبعا بي أس أو بي، بي أس أو بي من الشكل الثاني، أي المثلث البرتقالي الواقع تحت بي أس. لم يستفد أحد من المقدار A B E. هذا هي خسارة الوزن الميت، وهو المنطقة التي تمثل ما يسمى خسارة الوزن الميت، أي المقدار الذي لم ينتفع منه أحد من المشترين أو البائعين. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجعا أن يكون قد قدم الفائدة المجوة إلى لقاء آخر إن شاء الله. سأعطي مثال على شكل معادلة رياضياتية عن خسارة الوزن الميت بإذن الله، وعن طبعا فائض المستهلك فائض المنتج في المقطع القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.